اسمي محمد جمال، طالب منحة إيطاليا معهد بولمي قسم صناعات غذائية. مصر على المركز الأول، احنا استفدت كتير قوي في المنحة عندنا هنا في إيطاليا. التكنيكال بتاعت كويس عن الموجودة في مصر، حتى نوع الدراسة نفسه في مدرسين حتى الإيطاليين نوع الدراسة بيختلف خالص عن الموجودة في مصر خالص. حتى عندنا أماكن مصانع بينزل تدريب هناك، تمام، نسبة التدريب موجودة هناك بتساعدنا أكتر إن احنا نعرف الدراسة كعملي أكتر من موجود في مصر. ده الحمد لله ساعدنا كتير. اللي تحب تقدمه هنا لبلدك من خلال استفادتك بره في البلد؟ احب اللي هو النوع التكنيكال الموجود هناك والنوع العملي يبقى موجود اكتر موجود في مصر. يعني هنا في مصر كل النظري، كل شغل مصري هناك بالنسبه يعتمد على العملي اكتر من موجود اكتر من النظري. كان في اعتراض من اهلك انك تسافر؟ لا خالص، اصحابي هم كانوا مساعدين جدا وكل سبورت ليا ان انا اقطع من الحاجات. انا طالب هاني مجدي جدا، طالب من مصر الخير لايطاليا للتعليم الفني في مدرسه النهر الافنشي في مدينه سان جيفاني. انا احب اشكر المؤسسه واشكر فضيله الشيخ علي جمعه ورئيس الوزراء الحكومي لمصر. انا استفدت كتير جدا من المؤسسه دي في التعليم الفني، برضه من حيث كتعليم في المؤسسه، وبرضه كتدريبات اللي بيوفرها لنا في الصيف زي تدريب في مصر اكثر من كورس. اللي استفدته في البحث هناك حابب انك تقدمه لبلدك في مصر؟ الالتزام. احب برضو اقدم، نفسي افيد مصر اللي اتعلمته هناك من حيث التعليم الفني. عندنا كفاءة تعليم فني كويسة جدا. احب نفسي في مصر التعليم الفني عشان اقدر افيد بلدي بيه. طبعا النهارده سعيده جدا بتفوق ابني طلع الاول مع دافنشي في ايطاليا في المنحه اللي قدمها مؤسسه مصر للخير. طبعا كانت فرصه رائعه جدا ان هو يكون يقدر، الفرصه تسمح لي انه يروح ايطاليا يستفيد هناك مش بس بالتعليم الفني، طبعا لانه يقدر يقابل هناك من الاساتذه الموجودين ومن الزمايل الموجودين. عايزه اشكر جدا مؤسسه الخير لانها مش بس كانت بتهتم بمجرد الناحيه التعليميه بس، لا كانت بتهتم بكل تفاصيل حياتها من ناحيه الاقامه، من ناحيه الانتقالات بتاعتهم، من ناحيه المعيشه، من ناحيه ان هم حتى وفتره الصيف ما كانتش بتسيبها. يعني انا ابني الحمد لله في فتره الصيف تدريب صيفي، جماعه مستاذنكم عشان نخلص بعد اذنك. وكمان تدريب للمتفوقين، تدريب ايطالي لحاجه ادفانس ايطالي، ودي كانت حاجه طبعا رائعه جدا. كابتن اتمنى يا رب ان كل الناس يقدروا يوصلوا لحاجه كويسه. انا اسمي ندى سمير، خريجه المنحه الايطاليه قسم تصميم الازياء. طبعا انا مبسوطه جدا ان انا موجوده النهارده وقدرت اتخرج بدري عن الدفعه بتاعتي. ده كان شرف كبير ليا، وطبعا كان بدعم اهلي والمؤسسه المستمر، وان المؤسسه ساعدتني ان انا اقدر احصل على منحه ان انا اتعلم تعليم. الحاجه اللي اتمناها هي تبقى موجوده هنا في التعليم عندنا في مصر، ان هو مش لازم ان هو يعتمد على الحفظ بس، لازم ان انا اكون فاهمه انا بدرس ايه. ان التعليم الفني اتطور هنا عندنا في مصر، ان يكون في ان اقدر اشوف الادوات والشغل ازاي في المصانع واشوف الشغل على الطبيعه، ما يكونش مجرد نظري وبس. ايه اكتر حاجه استفدتيها وعايزاها تكون هنا موجوده في مصر؟ طبعا اكتر استفاده كانت من منها هي الاعتماد على النفس، وان انا افكر في فكره ما يكونش حد فكر فيها قبل كده، ان انا اقدر اخرج بمشروع يفيدني ويفيد البلد قبل اي حاجه. وطبعا انا فخوره جدا ان رئيس الوزراء كان فاضل الحفله والاستاذ علي جمعه، ودايما احب ان انا اشوف مصر.